صافي كتلقى السوق فيه 7 دراهم 8 دراهم. بالنسبه للانخفاض ديال لافوكا هو السبب ديالو كان واحد البرد كان تحرك في الغرب حيت الشديد دابا لافوكا كامله ديال المغرب ما كتبقاش كتدخل ديال برا صافي ولا لافوكا كتدخل بسميتو بكثره حيت الناس بزاف طاحت ليهم لافوكا وملي كطيح لافوكا راه كتخسر ملي كتوصل لافوكا الارض راه كيكون كتسمى بالطيوح الناس اللي في السوق وكذا راه غادي يفهموا شنو هو الطيوح كتدخل لافوكا مالين لافوكا كيبغيو يفكوا لافوكا في اسرع وقت وباش يربح على الاقل الا ما غاديش يربح ما يخسرش بزاف لذا كي كتلقى الناس بايعه لافوكا من الفيرما كندوي على الفيرما من الفيرما كتبيع لافوكا ب 6 دراهم عاد كتجي الجمله مالين الجمله كيزيدوا درهم ديالهم 2 دراهم باش صافي كتلقى السوق سميتو فيه 8 دراهم 9 دراهم لافوكا 10 12 المهم الاثمنه اللي محركه دابا في السوق ولكن راه في اقرب وقت غادي ترجع لافوكا الثمن ديالها حيتاش الطيح غادي يسالي وغادي تبقى لافوكا المليحه. مسألة اخرى الثمن ديالها الحالي دابا شحال؟ الحالي دابا حنا كندوي على راسي ما عرفتش صراحه السوق بزاف ولكن كاين حنا عندنا 15 المليحه وعندنا الطيوح عندنا 12 13 المهم فات الثمن 12 شونس 11 الى تويتي على راسك ولكن انت كتقدا بكثره. هي السبب الرئيسي لانخفاض هذا الفاكهه؟ السبب الرئيسي قلت لك كما قلت لك هو البرد فاش تحرك ذاك البرد طاحت لافوكا وصافي والناس باش ما تخسرش بزاف ممكن نشوفوا يعني ارتفاع ثاني الاسعار ديالها غير غادي هذه غير مرحله ودايزه واحد عندك سيمانه جوج غادي تلقى لافوكا رجعت للثمن ديالها وبالضبط في سميتو في رمضان راه كترجع كتولي 40 درهم حتى 45 40 هادشي اللي كدير لافوكا في رمضان وراه غير الثمنه هذه ديال الطيح وغادي يدوز مزيان. بخصوص الاقبال يعني ديال التجار على هاد الفاكهه خصوصا في هذه المرحله هذه يعني بزاف تاع الناس كيجيو عندكم؟ بزاف تاع الناس كيجيو عندنا وكيما صراحه حنا ديما المحل ديما عامر عندنا يعني كيتقداو الناس عندنا بكثره و المهم الناس اللي كيتقداو عندنا راه ديما كيتقداو وهذا الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.